وزير الخارجية الأمريكي يشارك في أعمال اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات. النمسا تدعو إلى تصحيح مسار السياسة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. دبلوماسي لبناني: ميليشيا حزب الله تغسل أموالها في النمسا. طبيبة من سالزبورغ تتحدث عن حالة الرعب في غزة. وارتفاع تعريفات الهاتف المحمول من الشهر المقبل بنسبة 8%. وأخيراً زيادة مستويات المياه الجوفية في النمسا إلى وضع آمن. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. شارك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في أعمال اليوم الثاني من الدورة 67 للجنة الدولية لمكافحة المخدرات في فيينا. وتركزت المناقشات حول التقدم في معالجة مشكلة المخدرات وتنفيذ الالتزامات الدولية، وشارك مسؤولون رفيع المستوى ورؤساء هيئات الأمم المتحدة بالإضافة إلى سفيري العراق والإمارات. وتناولت النقاشات التحديات المتنامية في مجال مكافحة المخدرات وأهمية الاستجابة العالمية المتوازنة لحماية المجتمعات وتعزيز الصحة العامة ودعم حقوق الإنسان. تسعى الحكومة النمساوية إلى تعزيز الصناعة المحلية، حيث نوقشت خلال قمة الموقع بتحديد دفعة لموقع الأعمال في أوروبا بهدف جذب الأعمال وتعزيز التنافسية. وركز المستشار نيهاما على خفض تكاليف الإنتاج والطاقة وتقليل البيروقراطية، ولذلك تحث الحكومة على المزيد من الحرية في الابتكار مع التركيز على البحث والتطوير. لذلك قدمت حزمة دعم جديدة، مكافأة صنع في أوروبا لدعم الاقتصاد المحلي، خاصة في مجال الطاقة المتجددة لدعم الشركات المحلية وزيادة القيمة المضافة. كشف مصدر دبلوماسي لبناني عن تحويلات مالية مشبوهة تصل إلى 270 مليون يورو من دول أوروبية عبر ميليشيا حزب الله الإرهابية. وأوضح أن نشاطه في هولندا وبلجيكا والنمسا وألمانيا، وأن الأموال تذهب إلى لبنان عن طريق تركيا والعراق ودول أفريقية. وقال أن التحويلات تعكس حجم التبرعات أو أرباح أعمال تجارية وغسل أموال وتيسير مالي لصالح الميليشيات في أوروبا، وهو ما تزامن مع إنشاء مكاتب تحويل أموال في لبنان من قبل أفراد ينتمون للميليشيا. وأكد أن الستة أشهر الماضية كانت الأنشط في الأعوام العشرة الماضية. وصفت ليزا ماتشاينر منسقة مشروع أطباء بلا حدود في رفح بغزة الكارثة الإنسانية في المنطقة أثناء إجازة قصيرة لها في سالزبورغ. وقالت أن العمل في غزة يعد من أسوأ التجارب بالنسبة لها، مع اليأس والصمت والخوف، حيث فقد العديد من الزملاء كل شيء، والفلسطينيون يعيشون في حالة من اليأس بعد فقدان منازلهم وعائلاتهم، والناس ينتظرون الخبز لأيام، والعمل صعب للغاية عقليا وجسديا. وتعتزم ليزا العودة في الأسبوع المقبل إلى غزة لمواصلة عملها. تستعد شركات الاتصالات في النمسا لرفع أسعار تعريفات الاتصالات بنسبة تصل إلى 8% في أبريل مع تصاعد التضخم. وحذر الخبراء من تكاليف إضافية تصل إلى 100 يورو سنويا للعقد، لذلك قام 27% من النمساويين بتغيير شركات الاتصالات في الربع الثالث من العام الماضي. وتتوقع هيئة تنظيم الاتصالات أن تتغير حصص السوق مع اقتراب شركة هوت ب 10%، بينما تحتل آينس الصدارة ب 37%، تليها ماجنتا ب 25% ودراي ب 21%. كشفت بيانات دائرة الهيدروغرافيا في النمسا عن تحسن في مستويات المياه الجوفية بعد هطول الأمطار
في الربع الأخير من 2023. وأشار وزير الزراعة إلى أن الوضع مواتٍ لمخزون المياه بسبب التحسن، لكن الوضع في شرق البلاد لا يزال دون المطلوب، حيث في عام 2023 كانت النمسا تواجه وضعاً مائياً حرياً بسبب الجفاف، ولكن 2024 يبدو أفضل. وأكد الوزير أن موارد مياه الشرب آمنة، وأشارت التوقعات إلى ظروف رطبة قادمة مع زيادة التوازن المائي في المستقبل القريب. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا متابعة برنامج همسات رمضانية من خلال تطبيق إنفوجراد على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، أمسية سعيدة وإفطار شهيا، إلى اللقاء.